جملة صباح النصر أظن أن النهاردة بصفة خاصة هتكون في محلها بدرجة 1000000%، لأن النهاردة ذكرى انتصار عظيم جدا وعزيز جدا على قلوب كل المصريين، بل وقلوب كل العرب في كل مكان. قصة بنتوارثها أجيال وراء أجيال، إصرار شعبي وإعجاز عسكري تخطى كل الحدود بيتم تدريسه يا حضرات إلى يومنا هذا في كل المعاهد والأكاديميات العسكرية حول العالم. ذكرى وقت اتحول فيه الشعب المصري بالكامل إلى جيش على أتم الاستعداد للتضحية بالنفس من أجل تراب هذا الوطن، جيش شعبي مدني وجيش عسكري بشكل نظامي المتعارف عليه. تحية فخر واعتزاز وامتنان لأرواح كل الشهداء، تحية شكر وإجلال لكل جندي مقاتل ساهم في تحقيق النصر ورفع علم مصر على أرض سيناء الغالية. صباح الخيرات على كل حضراتكم، ذكرى عظيمة بنحتفل بيها النهاردة معاكم أكيد من خلال 10 الصبح في الأهلي، من خلال فقرات مختلفة. يعني جدير بالتذكير أو بالتنويه إن إحنا إن شاء الله الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة هيكون معنا فقرتين مع أبطال رياضيين وأهلوية جدا شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة. فقرة هينورنا من خلالها سيادة اللواء سعيد بهلول أحد أبطال حرب أكتوبر، والفقرة الثانية هتكون مع كابتن فكري صالح مدرب حراس منتخب مصر الأسبق وأحد الضباط المشاركين في حرب أكتوبر. يعني النهاردة يوم استثنائي على كل الأصعدة الحقيقة. وبالمناسبة لما بنقول لحضراتكم إن الرياضة هي شريان الحياة وبتطلع أبطال في كل المجالات، ده مش مجرد كلام. إحنا بالفعل في المجال الرياضي وتحديدا في دنيا كرة القدم شفنا قبل كده عشرات النجوم اللي كانوا ضباط وشاركوا في انتصارات أكتوبر. على سبيل المثال فقط وليس الحصر من الأسماء اللي شاركت كباتن كبار زي كابتن محمود الجوهري، كابتن حمادة إمام، كابتن محمود بكر، كابتن سمير زاهر، علي حفظي، عبد العزيز قبيل، وطبعا يعني الأسماء دي إلى جانب ضيوفنا النهاردة كابتن فكري صالح وسيادة اللواء سعيد بهلول. كل دول يا حضرات وغيرهم كتير أسماء كبيرة كلهم شاركوا كضباط استطلاع، ضباط صاعقة، ضباط إشارة، رتب كبيرة في الجيش المصري، وضباط نالوا شرف تحرير أرض سيناء الغالية علينا. طبعا شيء مشرف فعلا أنك تكون صاحب إنجازات لبلدك في مجال عملك وكمان في الرياضة. يعني النجاح دايما بيجيب نجاح وبيجيب انتصارات، والإصرار والعزيمة هم كمان بدورهم بيجيبوا نجاح وبيجيبوا انتصارات. وبما أننا بنتكلم عن الرياضيين لازم كمان نذكر دور النادي الأهلي الوطني في فترة حرب أكتوبر من عام 1973. وقت حرب 67 ملاعب يعني النادي اتحولت بالكامل لمراكز تدريب عسكرية، أعضاء النادي بالكامل عملوا حملة تبرعات كبيرة لدعم الوطن، وحتى سيدات الأهلي تطوعوا في التمريض لعلاج المصابين. الكل كان رافض فكرة الهزيمة، الفكرة ما كانتش واردة، مش مستساغة عندنا فكرة إن جيشنا ينهزم. ويعني معرفش في كلام كتير قوي ممكن يتقال في هذا الإطار، وبالمناسبة مش بس على الصعيد النادي الأهلي، احنا بنتكلم على دولة اتجيشت بالكامل بالمعنى الحرفي، شعب بالكامل تحول إلى كل واحد فيهم إلى جندي مقاتل، كل واحد فيهم في موقعه، فكل كان بيشارك عشان نحارب وعشان نحرر أرضنا. كمان دور النادي الأهلي استمر طوال الست سنوات لحد أكتوبر 73. وقتها الأعضاء عملوا حملة تبرعات كبيرة جدا، تبرع بالدم، وليه أكتر من 8000 عضو في اليوم الأول فقط من فتح مجال التبرع عشان المصابين. طبعا إحنا بنتكلم على نسبة مشاركة يعني حاجة ملفتة جدا للأنصار. إحنا هنا بنتكلم عن الأهلي وعن دور النادي الأهلي، لكن كمان زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية ده كان شعور كل مواطن من الشعب المصري بالكامل من أصغر لأكبر واحد. الكل عايز يجري، الكل عايز يساعد، الكل عايز يدعم جنودنا البواسل، فعلا خير أجناد الأرض. عشان كده النادي الأهلي دايما بيكون حريص في ذكرى انتصارات أكتوبر أنه يقيم احتفالات بهذا الحدث العظيم ويكرم من خلاله أبطالنا، أبطال الفخر والعزة، أبطال أكتوبر، يعني إلى جانب تكريم طبعا أسر الشهداء اللي ضحوا بدمهم من أجل مصر. ودايما كابتن محمود الخطيب أثناء الاحتفالات، احتفالات أكتوبر أو أثناء انطلاق أي مشروع تنموي عموما، بيقول دايما أن النادي الأهلي جزء لا يتجزأ من مصرنا العزيزة. احنا مؤسسة وطنية وعلينا دايما ان احنا نعرف او نعرف الاجيال الحالية والاجيال المستقبلية ضرورة ان يكونوا فخر وقدوة في وطنهم في مختلف المجالات. وطبعا ده كلام محترم جدا. بمناسبة 6 اكتوبر امبارح كنا كلمنا مع حضراتكم عن محاولة السباح سيد الباروكي لعبور قناة السويس الجديدة، طبعا ضمن احتفالات 6 اكتوبر كأول سباح يعبر القناة الجديدة بزعانف المونو، وأول سباح يعبر بين قارتي آسيا وأفريقيا. كانت محاولة مهمة جدا بغض النظر يعني إن المحاولة نجحت أم لم تنجح. عموما تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر متعلقة بهذه المحاولة من خلال التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
بص حضرتك طبعا بشكرك، بس هو مش هنقول هارد لك، هنقول الحمد لله ان سيد باين ان المصريين عندهم عزيمه كبيره جدا. خمس ساعات وعشر دقايق ضد التيار كلهم، انا ما شفتش سباح عامل خمس ساعات وعشر دقايق. ممكن تعوم ساعه وبعدين ساعه مع التيار وساعه ضد التيار ويكرر الموضوع ده تاني، انما خمس ساعات متواصل ويعوم اكتر من خمس ساعات وعشر دقايق ضد التيار، الكلام ده ما حصلش. سيد بطل. امكانيات الهيئه هي النهارده اللي ساعدتنا، وايضا تعليمات الهيئه هي اللي خلتنا ان احنا نطلع، وده طبعا تعليمات لازم تنفذ، اوامر دوله لازم تنفذ. انما عايز اقول السيد لو كان في الخمس دقائق ساعات دول كنا ممكن نعبر بيهم المنش، لو الامور النهارده كانت طبيعيه كنا هيوصل لغايه النهارده دانفا مدينه الاسماعيليه. السيد عنده عزيمه انا ما شفتهاش عند اي سباح او اي بطل في السن ده، وخبراته الكبيره اللي عملها في بطولاته هي اللي هتخليه يعمل حاجه تانية احسن واحسن باذن الله. التجربه في حد ذاتها حاجه كويسه في حق بلدنا، في حق قناتنا قناه السويس. احنا لما فكرنا ان احنا نعوم في قناه السويس ده كان من جانب ان احنا قناه السويس قناه اهم بكتير من بحر المنش، اهم من اي مجرى ملاحي في العالم. فاحنا قلنا ليه ما نعبرش قناه السويس بدل ما نعبر يعني عائق مائي قوي جدا اقوى من البحر المنش، وده اللي احنا قابلناه النهارده في بحيرات المره. لا الموضوع صعب، موضوع صعب يعني، صعب جدا على اي سباح يعوم في البحيرات المره، الموضوع تقيل جدا. الحمد لله سيد خمس ساعات وعشر دقائق بيقوم ضد التيار جوه البحيرات المره، حاجه فوق الصعب يعني، مستحيل تشوف الـ يعني الصعوبات دي في بحر المنش. طبعا احنا بنشكر سياده الفريق اسامه ربيع رئيس قناه السويس على كل الدعم للرياضه والرياضيين في الاسماعيليه، وزي ما انت شايف كده يوم جميل جدا، وبنشكر الكابتن سيد الباروكي على محاولته، ان شاء الله تبقى المره الجايه محاوله ناجحه. واحنا دعينا كل الشباب في الاسماعيليه وللشباب والولاد والاطفال يشوفوا الايفنت دوت، لان طبعا يعني حاجه جميله جدا، ونشجع الشباب على الرياضه. وطول عمر طول عمر الهيئه قناه السويس بتشجع الرياضه، وبالاضافه ان في العديد من الملاعب والعديد من المنشات الرياضيه الكبيره ان شاء الله هيتم افتتاحه قريبا زي استاد الهيئه قناه السويس الدولي باذن الله. الحمد لله رب العالمين، احنا كنا متوقعين ان احنا نعمل محاوله في ست ساعات، يعني ست ساعات كنا متفقين، بس ظروف المناخ كان ضدنا. عمنا من كيلو 105 لحد كيلو 100، دي كانت تيار ضدنا جدا. احنا قعدنا ثلاث ساعات في 5 كيلو، دي استحاله تحصل مع سباح. انا بعمل في 5 كيلو في الساعه، فمع ان النهارده عامل ثلاث ساعات عامل في 5 كيلو، كان الوضع صعب جدا والتيارات كلها كانت ضدنا، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا نكمل ووصلنا لحد الكيلو، يعني عملنا حوالي 18 كيلو بعد ما طلعنا من بحيرات المره اللي هي تعتبر اصعب تيار في العالم. وصلنا لحد كيلو 89، بس الحمد لله قدر ما شاء فعل بالاختلاط يعني بارتباط الملاحه اللي هي قناه السويس مع السفن وكده، ما قدرناش نكمل، اضطرينا نطلع عشان خاطر ارتباطات الملاحه. في ناس حظها حلو جدا في تاريخ ميلادها زي كابتن خالد بيبو نجم النادي الاهلي اللي اتولد زي النهارده يوم 6 اكتوبر من عام 1976. هو من مواليد محافظه السويس، وابتدى مشواره الكروي في مركز شباب السويس ثم قطاع الناشئين بنادي منتخب السويس، وبعدها تدرج في المراحل السنيه المختلفه حتى تم تصعيده للفريق الاول، وشارك مع منتخب السويس في الدوري العام لموسمين قبل ان ينضم للنادي الاسماعيلي في صيف عام 1998. بالمناسبه فاز معاه بلقب كاس مصر، وانضم خالد بيبو بعدها للنادي الاهلي في صيف عام 2000، واستمر في صفوفه حتى صيف 2005. انتقل بعدها للنادي المصري ولعب معاه موسم واحد فقط، ثم انتقل بعد ذلك لنادي بتروجيت ولعب معاه موسمين، واخيرا وليس اخرا اعتزل في صيف 2008. طبعا كابتن خالد بيبو ساهم الحقيقه مع كل زملائه في النادي الاهلي في الفوز ببطوله الدوري العام مره واحده، كاس مصر مرتين، السوبر المصري مره، دوري ابطال افريقيا مرتين، وكاس السوبر الافريقي مره واحده، وسجل ثلاث اهداف، يعني كان هاتريك في نهائي دوري ابطال افريقيا 2001، وكان هو هداف الفريق في هذه البطوله. لعب كابتن خالد بيبو لمنتخب مصر خلال الفتره من عام 1999 وحتى 2003، وشارك في كاس افريقيا في مالي عام 2002،
بعد كده طبعا بعد ما اعلن اعتزاله عمل كمديرا للكره بانديه جاسكو والسكه الحديد، وكمان عمل كمحلل للمباريات في بعض القنوات الفضائيه، ثم عاد خالد بيبو للنادي الاهلي حيث شغل منصب مدير الاكاديميات ثم رئيسا لقطاع الناشئين. طبعا بنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن خالد، وعقبال مليون سنه، ويا رب كده يسعد لك ايامك. نروح بقى على النادي الاهلي مباشره. النهارده الاهلي بيواصل تدريباته على ملعب مختار التتش طبعا استعدادا لمواجهه الحرس الوطني بطل النيجر. دي المباراه المقرر لها يوم 16 من اكتوبر الجاري في ذهاب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي بيكثف تدريباته خلال الفتره دي بشكل قوي جدا، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال ان الفريق سوف يتوجه الى النيجر يوم 14 اكتوبر الجاري على ان يخوض ميرانه الوحيد يوم 15 على ملعب المباراه قبل 24 ساعه فقط من مواجهه فريق الحرس الوطني في ضربه البدايه لبطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها الجديده. طبعا احنا هنتابع مع حضراتكم اولا باول كل تفاصيل تدريبات الفريق الاول ان شاء الله، بس حضراتكم مشكورين، تابعونا باستمرار تجدوا ما يسركم. طيب نروح بقى لمنتخب مصر. الاتحاد المصري لكره القدم اعلن امبارح اكتمال قائمه المنتخب بعد التحاق نجمه محمد صلاح هداف ليفربول الانجليزي بمعسكر الفراعنه الحالي المقام في مدينه الاسكندريه، ويعد هذا هو التجمع الاول لصلاح مع المنتخب تحت قياده المدرب البرتغالي كارلوس كيروش اللي تولى تدريب الفراعنه خلفا طبعا لحسام البدري. بوصول صلاح تكون القائمه اكتملت ال 24 لاعب المختارين لمباراتي ليبيا ضمن الجولتين الثالثه والرابعه بالمجموعه السادسه للتصفيات الافريقيه طبعا المؤهله لكاس العالم. كده المجموعه اكتملت، حيث انضم يعني اول امبارح انضم للفريق كل من محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي، احمد حسن كوكا لاعب كونيا سبور التركي، مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش لاعب شتوتغارت الالماني، وطبعا سبقهم في الانضمام احمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي. طبعا كل ده بيحصل فيما انتظم كل المحترفين بالداخل، ال 18 لاعب الاخرين كانوا منتظمين في المعسكر من يوم السبت اللي فات، وهم محمد الشناوي، محمد ابو جبل، محمد بسام، محمد صبحي، اكرم توفيق، احمد فتحي، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، ياسر ابراهيم، احمد ابو الفتح، ايمن اشرف، عمرو السوليه، طارق حامد، حمدي فتحي، احمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، ابراهيم عادل، واخيرا وليس اخرا رمضان صبحي. بمناسبه ان احنا يعني جبنا سيره اللي مصيطنا في كل المحافل الدوليه فخر مصر والعرب محمد صلاح، خلونا نروح لنادي ليفربول الانجليزي اللي احتفل بنجمه المصري محمد صلاح، واحتفل بكل ما يقدمه من مستوى متميز جدا في الموسم الحالي في البريمير ليج. نشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لجماهير ليفربول وهي بتهتف بالاغنيه الشهيره الخاصه بمحمد صلاح اللي كلماتها بتقول مو صلاح مو صلاح يركض في الجناح. طبعا يعني الحقيقه كلنا سعداء جدا 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 بالمستوى الممتاز اللي بيقدمه محمد صلاح في الفتره الاخيره، خصوصا في موسمه الخامس مع ليفربول. دخل بالفعل نادي المئه مع ليفربول وسجل تسع اهداف في تسع مباريات مع الفريق في الموسم الحالي فقط، وطبعا بيتصدر قائمه هدافي البريمير ليج برصيد 6 اهداف بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. والحقيقه الكلام عن محمد صلاح لا ينتهي، تعالوا نشوف هذا الفيديو الاحتفالي احتفال الجماهير بمحمد صلاح ونرجع نكمل كلامنا. تعالوا بقى نتكلم شويه عن بطلتنا المصريه سمر حمزه اللي تأهلت الى الدور نصف النهائي من بطوله العالم للمصارعه اللي طبعا بتستضيفها النرويج خلال الفتره من 2 الى 10 من اكتوبر الجاري. صعدت سمر الى المربع الذهبي بعد ما تفوقت على اليابانيه ياسوها ماتسيوكي بنتيجه 4-2 في دور الثمانيه ضمن منافسات وزن 76 كيلو جرام. سمر ابتدت مشوارها في بطولة العالم بالفوز على منافستها الكازاخستانية بنتيجة 3-2 في منافسات دور الـ16، ومن المقرر أن تواجه سمر حمزة في الدور نصف النهائي المصنفة الثانية عالميا الأمريكية أدلين جراي. وكانت سمر طبعا يعني ودعت للأسف منافسات طوكيو في أولى مبارياتها لما اصطدمت في أولى المباريات ضمن وزن 76 كيلو باللاعبة الروسية ناتاليا اللي طبعا صاحبة ذهبية لندن في 2012 وفضية ريو دي جانيرو في 2016. وطبعا أكيد بنتمنى لسمر حمزة
يعني كل التوفيق في كل ما هو قادم إن شاء الله. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بعديها مرة ثانية نكمل كلامنا، خليكم معانا. الأجيال الأقدم الأكبر شوية في السن، الأجيال اللي هي عصرت هذا الحدث العظيم نصر أكتوبر المجيد، عارفة كويس جدا قيمته. يعني لما أي حد منهم يسمع أي أغنية من الأغاني الوطنية دي على طول تلاقي حضراتكم فلاش باك كده وألبوم ذكريات اتفتح واستعادوا من خلاله ذكريات. فعلا فترة كانت عصيبة جدا وعظيمة جدا مرت على الشعب المصري وعلى العالم العربي كله، لأن طبعا حضراتكم عارفين انعكاسات انتصار أكتوبر المجيد على عالمنا العربي بشكل عام. محتاجين نعرف أولادنا أكتر بقيمة هذا النصر، محتاجين نعرف أحفادنا أكتر على قيمة هذا النصر، لأن للأسف في ساعات الواحد كده كل فترة والتانية يتكعبل في شباب من النوع اللي ما يعرفش عن نصر أكتوبر غير إن هو أو 6 أكتوبر غير إن هو يعني يوم أجازة رسمية. فالموضوع أكبر من كده بكتير يا حضراته، ولازم يعني نسقي حب هذه الذكرى لكل أولادنا ولكل أحفادنا. عموما بنرحب بحضراتكم مرة تانية عودة عشان نكمل كلامنا عن النادي الأهلي، ودلوقتي هنتعرف بقى على آخر أخبار النادي الأهلي ونشاطاته المختلفة وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة سالة حامد المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير طبعا زميلي كريم، واكيد برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت حاليا يا كريم هكون متواجده معاك طبعا وكل مشاهدي قناه الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور طبعا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس خليني طبعا قبل ما اتكلم معاك يا كريم في اي حاجه طبعا اقول لك واقول لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر طيبه وبخير. طبعا بعد يعني مرور 48 عام يعني على ذكرى نصر حرب اكتوبر المجيد، فطبعا بقول لك يا كريم كل سنه وطيب وانت طيب وكل مشاهدي قناه الاهلي طيبين. خليني بقى طبعا في البدايه ابتدي معاك باخبار جميع الفرق الرياضيه، وهبتدي بالفريق الاول لكره السله رجال طبعا تحت قياده مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي، وطبعا تواجد يعني الجهاز الفني بالكامل واللاعبين في معسكر مغلق في مدينه الاسكندريه، طبعا حاليا ما زالوا في معسكر مغلق للمشاركه في البطوله العربيه لكره السله. يعني طبعا خليني اقول لك يا كريم انه النادي الاهلي الحمد لله يعني عدى مرحله دور المجموعات يعني بنتيجه ايجابيه، يعني فاز في الثلاث مباريات لي في المجموعه. طبعا النادي الاهلي في المجموعه الثالثه معاه نادي الفتح السعودي ونادي وداد الجزائري وشعب حضرموت اليمني، وفاز في الثلاث مباريات. يمكن طبعا في اول مباراه ليه كانت مع شعب حضرموت اليمني فاز بنتيجه 124-69، وفي ثاني مباراه مع وداد الجزائري فاز بنتيجه 68-49، وفي ختام دور المجموعات في المباراه الثالثه مع شعب او مع فتح السعودي فاز بنتيجه 82-77. يمكن كمان خليني اقول لك يا كريم انه في المباراه ذا مان اوف ذا ماتش او التوب سكور في المباراه كان النجم النادي الاهلي ايهاب امين بعد ما سجل يعني 40 نقطة في المباراة، ويليه سيف سمير واللي سجل طبعا 30 نقطة في المباراة. كده يعني بعد يعني اخر مباراه في دور المجموعات مباراه الفتح السعودي النادي الاهلي تاهل رسميا بشكل يعني خلاص كبير بشكل رسمي للدور الثمانيه من بطوله العربيه، وان شاء الله يعني هيواجه فيها نادي بيروت اللبناني، لانه طبعا النادي الاهلي متصدر يعني مجموعته المجموعه الثالثه، فهيواجه يعني الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعه الرابعه وهو نادي بيروت اللبناني. فان شاء الله النهارده هيكون عنده مواجهه مهمه مع نادي بيروت اللبناني في تمام الساعه 6 مساء على صالة الشاطبي في مدينة الإسكندرية. كمان خليني اتكلم شويه عن الفريق الاول لكره اليد رجال، وطبعا تحت قياده الكابتن طارق محروس النهارده ان شاء الله يعني رجال اليد هيواصلوا تدريباتهم ايضا بشكل طبيعي في تمام الساعه 4 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد مباراه نادي الحوار واللي هتكون في تمام الساعه 8 مساء على استاد صاله نادي المنصوره طبعا، واللي هتكون موجوده في المنصوره، والمباراه دي هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري المحترفين لكرة اليد. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان الفريق الاول لكره السله سيدات وطبعا تحت قياده الكابتن علي هاشم النهارده ان شاء الله عندهم مباراه مهمه مع نادي هليوبلس في تمام الساعه 7:30 مساء
على صالة نادي الشمس. يمكن خلاص يعني سيدات السلة كريمة بدأوا الموسم بتاعهم بمباريات يعني في البطولة منطقة القاهرة لكرة السلة، فيعني دي كانت تالت مباراة ليهم النهاردة إن شاء الله. يمكن فازوا في أول مباراتين يعني أمام نادي الشمس ونادي الطيران، فالنهاردة إن شاء الله عندهم تالت مواجهة أمام نادي هليوبلس في تمام الساعة 7:30، وإن شاء الله يعني اللي هيفوز في المباراة هيتأهل للمرحلة المقبلة لدور الثمانية والسيمي فاينل والفاينل طبعا في بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات. دي طبعا يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي. طبعا أنا معاك لو في أي سؤال، والآن لعند مرة أخرى للاستوديو طبعا الكلمة ليك يا كريم، تفضل. شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزة سارة حامد مراسلة قناة النادي الأهلي، ونروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر مجلة الأهرام الرياضي عشان نشوف زميلتنا العزيزة روزان نصر هتتابع معانا ازاي آخر الأخبار والمستجدات في عالم الرياضة سواء في الصحف والمواقع المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والجدير بالذكر هيكون لها لقاء مع الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي، وكذلك هو أيضا مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي. صباح الفل عليكي وصبحنا على ضيفك العزيز، وتفضلي احنا سامعينك. بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد. قبل ما أدخل في الأخبار طبعا عايز أقول كل سنة وكل المصريين بألف خير، كل سنة ومشاهدين الأهلي طبعا طيبين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد. يعني يمكن أنا سمع الأغاني وبجد الأغاني دي بتفكرني بأيام طفولتي، وحاجة يعني بصراحة حلوة جدا. وكبت يعني، يعني كنت متهيألي أنت أصغر سنا بكتير من أن أنت تكوني مواكبة المرحلة دي ولا إيه؟ بس هي اغاني طبعا يعني اكيد بتهز كل المصريين. لا كنا بنشغل الاغاني دي في المدرسه. اوكي تمام، اتفضلي. ندخل في اهم العناوين من الاهرام الرياضي، الفراعنه والاختيار صفر امام ليبيا. كمان من الاهرام الرياضي رونالدو وصلاح مواجهه فرديه بلغه الارقام القياسيه. من موقع اليوم السابع اتحاد الكره يرسل مشروع تعديلات اللائحه للفيفا. وأخيرا من الشرق الأوسط إيطاليا تتسلح بجماهيرها في مواجهة إسبانيا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم. طبعا هيتكلم معنا في كل تفاصيل هذه الأخبار الأستاذ عبد المنعم فهمي مدير التحرير بجريدة الأهرام. برحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي. خليني أبدأ مع حضرتك على أخبار المنتخب، إيه آخر استعدادات المنتخب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المنتخب جاهز بكل التفاصيل وجاهز بكل لعبته، وعنده يعني كتيبة من اللاعبين الجيدين سواء على مستوى المحترفين سواء على مستوى اللاعبين المحليين. صلاح انضم خلال الساعات الماضية وجاهز المباراة، مباراة مهمة جدا ومفصلية، لازم المنتخب يخرج على الأقل بأربع نقاط من هاتين المباراتين، لازم يفوز على الأقل هنا ويتعادل مثلا هناك، بس أتمنى الفوز لأنه الفوز معناه أنه مصر ستحافظ على حظوظها في التأهل للمونديال. غير كده أي نتائج غير أقل من أربع نقاط في مشكلة كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، ونحن طبعا واثقون في منتخب مصر في تقديم يعني عارضين جيدين يمحو بهم العروض السابقة وفي نفس التوقيت يفوز بست نقاط إن شاء الله يوصل بهم للمرحلة التالية إن شاء الله. كلنا طبعا شفنا قد إيه محمد صلاح الفترة اللي فاتت كان متصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، هل أرقامه قياسية فعلا وهل فعلا هو أحسن لاعب في العالم في الوقت الحالي؟ لو سألت أي حد في العالم، اسألي أي خبير، اسألي أي لاعب، اسألي أي لاعب سابق، لاعب حالي، جمهور، أي حد، محمد صلاح الآن هو من أفضل، أنا شايفه الناس بتقول من أفضل، لا أنا شايفه أفضل لاعب في العالم بأرقامه باجتهاده بأهدافه الحلوة بأهدافه الرائعة، يسلب كل الألباب. ما في حد في العالم بيقول محمد صلاح هو فعلا من أفضل لاعبي العالم الآن، مش كلام، مش عاطفة، كمصريين بنتعاطف معاه بقدر أرقامه في الدوري الإنجليزي، أرقامه العالمية، أرقامه في دوري الأبطال، حاجة فخر لكل العرب بصراحة. يعني أنا سعيد جدا إن أنا أنتمي، يعني أنا مصري ومحمد صلاح مصري، فده شيء جميل جدا بصراحة. يعني توقعاتك ممكن الانتخابات تحصل إمتى تحديدا؟ انتخابات اتحاد الكورة، والله هو في خلاص تم إرسال امبارح مشروع التعديلات اللي على اللائحة، كانت في تعديلات حصلت في نوفمبر الماضي وتمت في نوفمبر من العام الماضي وتمت الموافقة عليها خلال في يونيو الماضي، لكن الجمعية العمومية طلبت بعض التعديلات الثانية، وبالفعل وصل اتحاد الكورة امبارح، فاتحاد الكورة بعتها للفيفا، منتظر طبعا رده في النهاية، رد الفيفا هيكون حاسب بنسبة كبيرة جدا ممكن تكون الانتخابات امتى، يعني من المتوقع ممكن تكون على السنة الجاية ان شاء الله بعون الله ان شاء الله. توقعات طبعا حضرتك لمباراة ايطاليا واسبانيا اليوم بنصف نهائي دوري الامم الاوروبية؟
مباراة صعبة، خلي بالك هي مباراة سارية، يعني إيطاليا فازت على أسبانيا بركلة الترجيح ووصلت الدور النهائي في دوري في أمم أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية دي يعني مباراتين مهمتين في نصف النهائي والنهائي، والفاز بالمباراتين هيوصل للنهائي. المباراة النهاردة إيطاليا تتسلح بأرضها وأسبانيا تتسلح بنجومها، والفريقين أو الفريقين قادرين أنهم يعملوا مباراة كويسة، ويعني مباراة من العيار الثقيل. أنت لما تشوف إيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وفرنسا بيلعبوا في بطولة الفائز بيهم يوصل النهائي، لا ده شيء احنا منتظرين المتعة، منتظرين ان خلي بالك حضرتك بتلعبي بطل اوروبا وبطل سابق، فشيء يدعونا الى الانتظار ومشاهدة المباراة الممتعة ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا الأستاذ عبد المنعم فهمي مدير التحرير بجريدة الأهرام. دي كانت كل الأخبار هنا من جريدة الأهرام، عودة ليكم مرة تانية في الاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة روزان نصر، وطبعا لضيفك العزيز، وأكيد شكرنا موصول كمان لسالة حامد، وطبعا تغطية أكتر من ممتازة سواء من داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة أو من مقر مجلة الأهرام الرياضي، جزيل الشكر ليكم. وبكده حضرات تكون انتهينا من الجزء الأول من حلقتنا النهاردة، الجزء المتعلق بالأخبار الرياضية. هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي بقى كلامنا عن ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة والرابط ما بينها وما بين الرياضيين وتحديدا الأهلوية اللي شاركوا بمنتهى القوة والفعالية في تحقيق هذا النصر المجيد. فاصل ثم عودة، اتفضل. يا أهلا بكل حضراتكم، عودة مرة تانية لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. والحقيقة 48 سنة عدوا على هذا اليوم العزيز والغالي، ذكرى عظيمة جدا غيرت مجريات الأمور وغيرت موازين القوة وأثبتت فشل الادعاءات كتيرة بأن احنا داخلين في خصومة مع طرف لا يقهر، واتضح في نهاية المطاف أن الجندي المصري هو الذي لا يقهر. هنتكلم في الفقرة دي مع بطل من أبطالنا، بطل من أبطال حرب أكتوبر، وهو رياضي وكمان واحد من الأبناء الأعزاء جدا للنادي الأهلي. بنرحب بضيفنا سيادة اللواء سعيد بهلول أحد أبطال حرب أكتوبر. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب ومصر طيبة يا رب، والخير دايما. هي طيبة بأفعال حضراتكم وبمواقف حضراتكم وببطولات وتضحيات حضراتكم، يعني اسمح لي أتوجه لحضرتك بالشكر يعني نيابة عن كل يعني منسوبي القوات المسلحة المصرية في الفترة اللي كانت عصيبة جدا اللي مرت علينا. كل سنة وحضرتك طيب ومنور الدنيا وبشرفنا بوجودك. أستاذن سعادتك سيادة اللواء، يعني نبتدي كده في البداية نعرف المشاهدين حضرتك كنت في سلاح إيه، وكمان كيف استقبلت قرار الحرب؟ أولا أنا بقول تحية إعزاز وتقدير لصاحب قرار الحرب والسلام رحمة الله سيادة الرئيس أنور السادات. تحية تقدير لشهدائنا الذين سقطوا دفاعا عن هذا الوطن والذي محوا هزيمة 67. تحية وإعزاز لكل أبطال القوات المسلحة الذين في الخدمة الآن. تحية إعزاز وتقدير للذين ساهموا ورفعوا الروح المعنوية لدى الشعب بالتبرعات، وأنا يعني أحدد بالذكر السيدة أم كلثوم التي جابت طبعا. التي جابت مصر شرقها وغربها وبرا مصر كمان وبرا وخارج مصر وحفلات وكلام، فالناس دي لا يمكن احنا ننساهم طبعا. ودايما نتذكرهم طبعا. انا اساسا سلاح مدرعات، بس انا كنت منتدب في الشرطه العسكريه، كنت قائد سريه الشرطه العسكريه الفرقه 18. وطبعا لما جاء قرار الحرب احنا ما عرفناش قرار الحرب الا قبلها، انا الساعه 12 الظهر يوم 6 اكتوبر قبلها يعني قبلها بساعات بساعتين بالضبط. لكن كان هناك اعداد، كان في مشروع استراتيجي للقوات المسلحه بتعمله، فمن ضمن هذا المشروع اللي احنا ننقل لواء الكباري. طبعا هو لواء الكباري ده كان موجود في حته اسمها الخطبه وفي القناطر الخيريه واماكن كلها مناطق خضراء على النيل يعني. فبالتالي لما جاء الامر اللي هو يتنقل قبلها 72 ساعه كان في خطة الخداع الاستراتيجية الكبيرة طبعا. اللي هو نقلوه مش جابوه على طول مباشرة من الخطبة أو برباش أو المناطق اللي هو موجود فيها، لا ده هو نزل جنوبا في اتجاه الفيوم بني سويف المنيا. يعني للدرجات يا سيادة اللي هو كان في إمعان في التمويه وخداع يعني خداع يعني بحيث اللي هو حتى لو حد متتبع اللي هو الكباري ده هيروح فين ما فيش حد، لدرجة قبلها بثلاث أيام نقلوا من المناطق دي تحرك دخلوا لغايه الشرق لغايه زقازيق. زقازيق في المنطقه التمركز بتاعه في الصبحيه ده كان يوم الخميس يوم 4 اكتوبر. انا كلفت ان احنا ندخل هذا اللواء في منطقه اسمها المنطقه الخلفيه للفرقه. كان قبليها طبعا وفقا لخطه الخداع كان عاملين اماكن حفر
طبعا ساتك الكباري دي العربيات بتاعت البراطيم عاليه طبعا 3-4 متر طبعا. فكنا عاملين حوالي 50-60 حفره باعماق العربيات دي بحيث اللي هي تدخل فيها. نظمنا سيادتك الشرطه العسكريه نظمت دخول هذا اللي هو الكباري بطريقه برضه خداع. احنا عندنا في الانطاره في مثلث الانطاره في مثلث الانطاره ابو صوير ومثلث الانطاره القصاصين. فبرضه خطه الخداع قال لك لا احنا نضيء. طبعا الشرطه العسكريه كان عندها فوانيس بدائيه جدا كده بشعله بتنور في اتجاه الغرب العربيات وهي جايه بحيث اللي هو طبعا الشرق كان هم اليهود على النقط اللي عندهم عاليه اعلى مننا. فاحنا طبعا نظمنا عمليه تنظيم الفوانيس دي على طول امتداد 25 كيلو. وقبلها قبل ما ندخل الصالحيه اخذت امر ان انا لا مش هدخل على المحور بتاع مثلث الانطاره ابو سوير، لا هدخل على محور مثلث الانطاره القصاصين. شوف الخداع يعني وصل الخداع اللي انا حتى المحور ذات نفسه ما فيش حد يقدر يحدده الا قبليها يمكن بدقائق. ورحنا قمنا مغيرين المكان ودخلنا من هذا العربيات صور بقى 50 عربيه ستك يعني طول الرتل اكثر يمكن من 5-6 كيلو، مسافات بين العربيات 100 متر، العربيات ماشيه على سرعه 5 كيلو. طبعا الكلام ده الساعه كام؟ بدا من اخر ضوء لغايه لما دخلنا المنطقه الخلفيه دي الساعه 1 بالليل. لما دخلنا في المنطقه الخلفيه طبعا احنا عاملين الدخول من الخلف للامام. العربيات لما دخلت ودخلت تمام كله قلنا لهم بقى ايه بقت الساعه 1-1:30 طب نطلع بقى شبكه التمويه ونفرشه. طبعا هم كانوا جايين من منطقه كلها شجر فطلع شبكه التمويه اخضر فدي كان اكبر موقف بقى انا يعني ما تتصورش قائد اللواء والناس اللي موجوده ازاي طب ده احنا في صحراء المنطقه دي كلها صحراويه واخبار ساتك طب يعني حاولوا بقى بالكواريك واعملوا الكلام ده كله وبعد ساعه همر عليكم تاني كده. فرحت كان ملجا بتاعي قريب حوالي كيلو من المنطقه دي احنا كنا في رمضان فقلت الصحر وكده هو طبعا احنا طبعا لما اخذ البياده ما بتتقلعش من رجل طبعا على طول طبعًا. طبعًا. وانا بصحر كده بعد ربع ساعه كده فسمع صوت بره غريب فبقول للولد الخدمه يا ابني في ايه؟ قال لي يا فندم ده في عاصفه ده انا مش شايف ايديا. قلت له طب يا ابني جيب السواق وجيب العربيه. كل الملابسات وكل الظروف ضدكم يعني. يعني شوف ساتك ازاي؟ فده يعني درس الواحد يقول كان ربنا واقف معانا لدرجه ايه؟ جبت العربيه وطلعت المدى ده حوالي ما فيش 200 متر انا ما شفتهوش. لدرجه انت ساتك رايح ال 50 واكثر من رايح ال 50. عقبال لما وصلت يعني المكان ده ما خدش فيه 3-4 دقائق وصلت في 10 دقائق ما عرفتش المكان. فالعاصفه اللي ربنا بعتها وملائكه انا قلت اول ملائكه هي اللي عملت التمويل ملائكه من عند ربنا طبعا انا ما كنتش اعرف لسه ولا حد يعرف قرار الحرب امتى طبعًا. لكن انا قلت دي ظاهره دي لا يمكن تحصل الا اذا كان هناك رضا تماما من ربنا على هذا الشعب رضا يعني تام اللي هو ربنا عاوز يمحي الهزيمه ويحقق النصر. اول ما سمعت بقى سياده اللواء خلاص بخبر او تم اعلان داخليا يعني ان قرار الحرب صدر اول حاجه حضرتك فكرت فيها ايه؟ وبرده يعني جدير بالذكر ان احنا بنتكلم على الفتره دي فتره الحرب اولا اكيد زي ما كل الناس بتؤكد ان كان في فرق في التسليح بين جيشنا وبين جيش العدو. ناهيك بقى سيادتك عن الاشاعات اللي هم ملوها في العالم كله ان الجيش الاسرائيلي جيش لا يقهر وان خط بارليف لوحده كفيل بان هو يعني يمنع اي عبور محتمل. واحنا بنتكلم على ان في اماكن معينه كانت الارتفاعات فيها ارتفاع الخط كان حوالي 22 متر يعني بنتكلم في عماره 7-8 ادوار. يعني ساتك طبعا ده منظر النقط القويه تمام. اللي هي موجوده في خط بارليف طبعا ما فيش حد صور طبعا احنا شفنا الكلام ده على الطبيعه بس يمكن مش عارف هتبقى واضحه قوي ولا مش قوي بس يعني توضح الصوره سامعينك يا سياده اللواء اتفضل. فالنقط القويه دي ساتك مبنيه على عمق 7 متر. الاول الاوض اللي معموله عباره عن اوض خرسانيه وبعدين بعد كده كان في خط سكه الحديد اللي هو كان بيربط الانطره شرق بالعريش او بغزه. اخذوا الفلنكات بتاعه القطر وحطوها الاول على الخرسانه ثم قضبان السكه الحديد قطعوها وحطوها فوق الفلنكات.
بارتفاع حوالي مترين. وبعد كده هو جابوا سيادتك السلك حطوا فيه زلط مختلف يعني الاحجام بكميات طبعا كبيره برضه على نفس الارتفاع. وبعدين جابوا بعد كده رمل سيادتك غطوا به هذه هذه الاسلاك. فبقت النقطه سيادتك لا يمكن ابدا اي حد يتصور كده. طب ازاي انت هتدخل فيها صحيح. او ازاي انت هتعبر حاجه صحيح. زي كده لهذه الخطوه، علما بان حاطين خلف كل نقطه في مصاطب على اشياء بدبابات على اساس في اي تدخل تدخل مواقعها وتقدر ايه تدمر اي قوات تقدر تحد. الفاصل بين كل نقطه والثانيه في برضه سريه دبابات مدعمه بحيث اللي هي تمنع تماما اي اختراق بالنسبه لهذه القوات. نمره ثلاثه كان حاطين برضه في الفواصل النبالمه. النبالمه ده على القناه مباشره. يعني تصور بقى النبالمه ده عباره عن انبوبه طبعا. بيطلع يعني ماده النبالمه يعني القناه لو طبعا. اشتغل لا قدر الله هذا الكلام كانت القناه كلها هتبقى تشتعل. وحتى احسن خبراء احسن خبراء في الاتحاد السوفيتي قال عشان مصر تعبر لازم بقنبله ذريه، لازم عشان تعبر واخد بالك هتخسر 50%. احنا بقى بدل القنبله الذريه بخراطيم ضغط الميه بالظبط اسقطنا هذا الجدار العازل. طبعا خراطيم الميه دي فتحت لنا الثغرات طبعا. وبعدين بعد كده المهندسين العسكريين عملوا مجهود كبير جدا طبعا. وبعدين نزلوا مع العربيات اللي احنا جبناها بتاعه الكباري فيها الاول حاجه اسمها معديات. المعديه دي صغيره تركب فيها دبابه عبال لما كان يجهز مكان الكوبري، والدبابه بلانش دخلها توصلها وهكذا لغايه لما جهز الكوبري في حوالي 3 ساعات 4 ساعات بدا الكوبري بعد كده يشتغل وقدر القوات تقدر تعدي. الاراده بقى يا فندم طبعًا. وبعدين النهارده ما تتصورش طبعًا. يعني اللحظه انا كنت موجود على النقطه 48 اللي هي بتاعه العبور دي منظر الناس كل واحد ستك اول ما نزلت الزوارق اللي هي قدام فيها الافراد روح المعنويه واخبار عاوز يعدي الناحيه وده السابق ده وده السابق. وبعدين الحبال ستك تطلع ال 10 20 متر ستك فوق الرمل وتعدي الناحيه الثانيه وتاخد موقع. لو شايلين معدات تقيله ومدافع وحاجات يعني حاجه فوق طاقه البشر يعني البي 10 او 11 ده 120 كيلو طبعا. والراجل طالع بقوته لا مش 120 كيلو وماشي فيهم بسلام ده طالع على مطلع طبعا. وارض غرز واخبار ستك وينزل. لا هو كان هناك ستك الروح المعنويه بالنسبه للجيش وبالنسبه للقوات اللي بتحارب عاوزه نطهر هذه الارض. ما تتصورش النهارده كان بيجوا يا فندم ايام يوم السبت يجوا البنات والستات في حته في الانطره شرق في حته واخد بالك ستك كده ارض ضحله فيها ميه وينزلوا الستات والبنات ستك حاجه يعني منظر طبعا الجيش استفزاز استفزاز جدا واخد بالك ستك طبعا. كان الناس عاوزه مش 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 ننتقم لا عاوزين نرد الحق بتاعنا اللي سلب مننا بدون ارادتنا. الرغبه العارمه دي كانت قاسم مشترك عند كل من هو عسكري ومدني كمان لان الشعب كله كان متجيش انجاز التعبير اكيد مش كده برضه؟ لا اكيد طبعا يعني مصر كانت محتقنه كانت ملتهبه اكيد التعاون. انا اقول لسيادتك بس صوره بسيطه للالتحام بتاع الشعب الفلاحين اللي موجودين سيادتك في المنطقه بتاعت في المنطقه اللي كنا فيها منطقه البلاح ومنطقه الانطره غرب كنا في الانطره غرب. الفلاحين والفلاحات يوم ما دخلنا الحرب الساعة 3 4 كانوا خبزين لنا عيش عيش وجايين يقدموه ستك الناس دي بالمشنة فلاحة لينا للقوات اللي هي دخلت حرب. يعني تصور يعني مش همها حاجة واخد بالك والضرب والأنابل والطيارات والكلام ده كله والناس داخلة واخد بالك روح المعنوية لا وحتى الناس اللي كانت بعيدة عن الجبهة بقيت مواطنين الشعب المصري يعني طبعا حملات تبرع بالدم سيدات مصر الفضليات لما كل ست تروح تتبرع بحتتين الصيغة اللي تملكهم طبعا طبعا حاجة عظيمة ما هي دي مصر طبعا هي دي مصر وهي دي دايما الروح الاستثنائية دي مش بتظهر عندنا يا ست اللي هو غير في أوقات المحن والله يا فندم هو المحن حقيقة بتبين معدن الرجال وبالتالي سيادتك النهارده يعني لما تحط انسان في محنة لكن هو الشعب المصري في أي وقت قادر اللي هو بإرادته وقدرته وإيمانه بالله وإيمانه بالدولة وبالسياسة ورئيسها
اكيد 100% هيحقق كل الانجازات اللي ربنا هيديها. هستاذن سيادتك سياده اللواء بس ناخد على التليفون سياده اللواء دكتور ايهاب احمد النحاس احد ابطال حرب اكتوبر المجيده واحد ابناء النادي الاهلي. يا دكتور صباح الفل على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. صباح النور يا كريم. صباح النور. سعداء بوجود حضرتك معانا والحقيقه النهارده اكيد هو بالنسبه لكل المصريين يوم استثنائي، امال بالنسبه لحضراتكم عامل ازاي؟ خلينا نعرف منك سياده اللواء يعني هذه الذكرى العطره، يعني لما حتى التاريخ بيقرب من 6 اكتوبر، ايه الذكريات اللي حضرتك بتفتكرها؟ لا ذكريات جميله وذكريات عظيمه وذكريات نفتخر بيها احنا كجيل والمفروض ان الاجيال اللي بعدينا تفتخر بيها طبعًا كمان. طبعا طبعا المفروض. يعني وقت استثنائي مر على حضراتكم ومعانا طبعا منورنا سياده اللواء سعيد بهلول، يعني بنتكلم معاه برضو عن الفتره دي كل واحد بمنظوره. يعني بهلول احنا اشتغلنا مع بعض في التدريس. اهلا بيك يا فندم. سعداء بوجودك معانا سياده اللواء. كنت بكلم حضرتك عن او كنا بنتكلم من شويه عن ايه الروح الاستثنائيه دي اللي اتوجدت في المصريين مدنيين وعسكريين في فتره كانت من اصعب الفترات اللي مرت علينا في تاريخ مصر المعاصر. دي حقيقة فعلا، بس كانت دي الحالة العامة اللي موجودة عليها مصر، كانت حالة فيها الكثير من الوطنية، الكثير من حب الوطن، الكثير من الإيثار الذات، الكثير من الرغبة في تحقيق الانتصار، الرغبة في تحقيق الانتصار. كان طبعا انت بترجعني المنطقه قديمه شويه، يعني سنه 73 انا بفتكر يوم 6 اكتوبر الساعه 2 وبفتكر الطلعه الجويه وبفتكر القصف بتاع المدفعيه وبفتكر انا كنت في سلاح الحرب الالكترونيه بالتحديد، وسلاح الحرب الالكترونيه مرض لي التصنت على الاجهزه واعاقه الاجهزه اللاسلكيه او الراداريه للجانب الاخر. يعني اقدر اقول ان كانت لحظات، طبعا كانت لحظات فيها فخر وفيها عزه وفيها قوه وفيها كلام كتير، الحقيقه مشاعر كتير، مشاعر متداخله. وانا سامعك دلوقتي بتقول ان مصر كلها، وفعلا ده حقيقه، مصر كلها كانت متداخله في الموضوع وكانت بتؤازر الموضوع لتحقيق الانتصار. وقد كان الحمد لله رب العالمين، وغيرنا مجريات التاريخ الحقيقه بهذا الانتصار. حضرتك يعني نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا، كل الشكر لحضرتك. كل سنه وانت طيب سياده اللواء دكتور ايهاب. الله يخليك. ايهاب النحاس. الله يخليك. نورت الدنيا يا فندم، اهلا بحضرتك. ده احنا اللي بنشكر سعادتك. عوده بقى عايزين نرجع يا فندم سياده اللواء بعد اذنك، احنا يعني بنتكلم ساعات كتير عن الجبهه واللي حصل على الجبهه وعن تفاصيل روح المقاتل المصري والانجازات والعمليات الفدائيه والاستشهاديه والانتحاريه، نسميها زي ما نسميها. احنا بنتكلم على احداث وعلى معارك بتدرس الى يومنا هذا في كافه معاهد واكاديميات العالم العسكريه، ده على صعيد الجبهه والقتال. على الصعيد المدني بقى، البيوت المصريه كانت عامله ازاي؟ الشارع المصري وقتها كان عامل ازاي؟ برضه كان للذكر برضه اللي كان في اداره الشؤون المعنويه عامله حملات من المواطنين، ناس يعني اقول مش على قد حالهم، كانوا بيجوا لنا الجبهه معاهم هدايا تذكاريه. يعني مثلا كان عندنا في كفر الدوار او في المحله او في مصر كانوا يجيبوا هدايا تذكاريه بسيطه، فوطه لرفع الروح المعنويه. يعني ما تتصورش لما كانوا يروحوا للجنود ويقعدوا معاهم، ما تتصورش قد ايه يعني الروح المعنويه. يعني دول سايبين بيوتهم وعلى مسافات قد كده وجايين لنا لغايه مثلا الانطاره او في السويس او هنا وهنا، فطبعا دي بتدي نوع من الايحاء. اذا كان الشعب ده اللي احنا منه، ما هو ما الضابط ده او العسكري منين؟ ما هو من الشعب أكيد ده. فبالتالي اذا كان الناس دي عملت هذا الكلام، فانا اللي انا دلوقتي ليا ضريبه اللي انا بدفعها، اللي انا دافع عن هذا الوطن، ما بقاش النهارده مخلص في ادائي وتدريبي واعدادي بحيث ان انا احقق النصر لهذا البلد ولهؤلاء اللي هم اخواتي او ابائي طبعا او جيراني. فبالتالي كان في النخوه، كان في نوع من النخوه بالنسبه للعسكري او الضابط المصري أكيد. اللي هو ما تصورش يعني بعد 67، انا افتكر لما كنا بننزل ستك كان الناس بتبص لنا نظره يعني حقيقه نظره فيها بالنسبه لنا كان انكسار. انتوا اللي هزمتوا البلد، انتوا اللي عملتوا، انتوا الكلام. واحنا اساسا ما هو هذا الجيش ده اللي هو بعد 5 سنين حارب هو نفس الجيش ونفس القاده ونفس الضباط وباسلحه
قديمه واخد بالك يعني فيش مقارنه بينها وبين الاسلحه اللي موجوده عند العدو، واستطعنا ان احنا نحقق النصر. وبالتالي لما الناس حققنا النصر كانت روح الشعب واستقبالهم لينا طبعا حاجه خرافيه، لانه حسوا ان احنا محينا اثر الهزيمه واثر هذا يعني الروح الانهزاميه اللي كانت موجوده عند الشعب بالكامل في فتره حرب الاستنزاف والفتره من 67 ل 73، سبحان الله اللي يعني الوضع اتقلب 180 درجه بالظبط بعد 6 اكتوبر. بالظبط لان هم حسوا ان هذا الجيش الظلم، واللي احنا يعني كتب علينا القتال غصب عننا او رغم عننا. والنهارده هم اليهود في 67 ما هزمناش، ده احنا لو احنا قعدنا في مواقع بس دفاعيه في سيناء ما كانوش قدروا يدخلوا. ولكن النهارده طبعا الضربه الجويه وقرار الانسحاب ما كانش مخطط، هو في الحرب في قرار اسمه الانسحاب بس يبقى منظم مخطط القوات دي ترجع ازاي. لكن احنا مش بشكل عشوائي. لكن انا كنت في حته اسمها الاسيمه، انا لما رجعت كنت قائد السريه، لما رجعت من السريه حوالي 10 12 عربان رجعت حوالي 350 كيلو 350 كيلو عشان ترجعهم ترجع تاني على القناة. طبعا الطيران بيضربك، اول ما كان يجي الطيران فندم العساكر وقفوا العربيه وانتشروا نطلع بقى اللي استشهد اللي يحصل ندفنه ونطلع ونكمل لغايه ما وصلت ممر متلة. ممر متلة ربنا ما يبارك يوم 7 ويوم 8 لا يمكن ابدا مهما الافلام والصور لا يمكن ابدا حقيقه، مولعه مسدود من قدام ومن ورا لان هم ضربوا الممر ما فيش الا خرم ابره يقدر يعدي من اهو. فبقى خلاص القوات بقت عشان تعدي صعبه تطلع من على الجبل او تجري. فهنا كانت يعني اكتر حاجه حزنتنا اللي احنا معداتنا قدامنا مش عارفين نستخدمها مش عارفين نستخدمها. نتيجه لايه؟ نتيجه لسوء معلش انا بتكلم هذا الكلام كضابط حضرت هذا الحرب كنت برتبه رائد، اللي انا حسيت بكيت الناس اللي بتتدمر واللي بتموت والكلام ليه النهارده الناس اللي تموت ليه غصب عنها وهي عاوزه تحارب وعاوزه تقاتل. وكان قرار انسحاب انا من وجهه نظري كان قرار غير صائب. الروح القتاليه ست اللواء او العقيده القتاليه عند الجيوش النظاميه بشكلها المتعارف عليه هل بتبقى واحده ولا بيكون في مساحه لفروقات فرديه؟ لان انا شخصيا شايف ان اكيد في مساحه لكده بدليل اللي عمله الجندي والمقاتل المصري، فكره ان البني ادم بكامل ارادته وهو في كامل قواه العقليه وبمنتهى الاصرار والعزيمه يتحول الى لغم بشري. مش كل الجيوش عندها العقيده القتاليه دي بتهيألي ولا ايه؟ هو طبعا انا اول حاجه يعني انا بقول عليها الايمان، الايمان بالقضيه، الايمان بان انت بتدافع عن ارضك، الايمان ان انت بتدافع عن عرضك، الايمان بان هذه البلد اللي تم اغتصابها من هؤلاء اليهود الاسرائيليين اغتصبوها غصب من عننا ورغم عن ارادتنا. فبالتالي كان هذه العقيده اللي هي تولدت في نفوس الضباط والصف الضباط والعساكر عاوزين اللي هم يمحوا هذه الهزيمه ويمحوا هذا العار، لان هذا العار ما هو لاولادي وبناتي وكل ده الاجيال اللي جايه هتذكرنا انتوا عملتوا ايه وانتوا العار. وبعدين كان القوات المسلحه قعدوا حوالي 5 سنين او 6 سنين ما بيخرجوش من الخدمه، فاصبحت القوات مطعمه بقى النهارده كل واحد كانه متطوع اصبح عنده خلاص يصحى الصبحيه التدريب بعد الظهر التدريب. وبعدين كان في عندنا ستك، انا كنت في اللواء 15 مدرع كان عندنا ستك مهام معينه للدبابات عندنا كل كتيبه وكل سريه كان بيطلع منها حاجه اسمها دبابات سنايبر تطلع على النقط القويه تطلع على النقط القويه في المزاغل في ايام حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف دي حرب عظيمه جدا يعني شهدت بطولات صحيح وشهدت ستك انجازات يمكن التاريخ لغايه النهارده ما كتبش عنها. لكن النهارده عشان النهارده كتيبه تدخل ستك لعمق 30 40 كيلو عشان تقصر النهارده حد من الاسرائيليين او تدمر او تجيب حاجه زي كده طبعا دي حاجات ستك يعني يمكن لسه ما ذكرتش. لكن طبعا ده عايزه حلقات وحلقات لوحدها يعني احنا بنجدد التهنئه لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب نصر مجيد وذكرى عظيمه وحضرتك مش بتشهد النصر ده كمجرد مواطن مصري عادي حضرتك كنت طرف رئيسي في صناعه هذا النصر جزيل الشكر لحضرتك ونورت الدنيا كلها كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك كلهم بخير. انا شاكر طبعا فضلك لكن انا لازم اذكر في هذا الموقف سيدات الضباط وضباط الصف
اللي هم سيادتك تحملوا المسؤوليه. طبعا المسؤوليه خلال الست سنين دول كامله. انا كنت بنزل كل 3 اشهر، هم كان الراجل والست وكلام. فتحيه تقدير واعزاز صحيح. لكل ست مصريه كان ليها ضابط او ابن أو قريب أو زوج أو أخ. طبعاً فتحية تقدير وإعزاز اليوم كله. جزيل الشكر سيادتك، كان معانا ومنورنا سيادة اللواء سعيد بهدول أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. أحد أهم وأبرز مدربي حراس المرمى في منتخب مصر عبر التاريخ، سجل حضوراً عظيماً ومشرفاً في كتيبة الفراعنة بقيادة الراحل العظيم محمود الجهري. هو المحارب فكري صالح. فكري صالح درب حراس مرمى العديد من الأندية عقب اعتزاله، وكان أصغر مدرب حراس مرمى للمنتخبات الوطنية، لذلك يطلق عليه لقب شيخ المدربين نظراً لمسيرته الطويلة التي امتدت على مدار أكثر من 30 عاماً. وبرز معه أسماء العديد من حراس مصر العظماء مع أجيال متعددة. في تصفيات مونديال 90 كانت الانطلاقة العظيمة مع الجوهري والتأهل لنهائيات كأس العالم بإيطاليا بعد إقصاء الجزائر، ثم ظهور مشرف في باليرمو أمام طواحين هولندا والتعادل العادل أمام أيرلندا وإنجلترا. كما نال المدرب المخضرم أحد أهم ألقاب الكرة المصرية عبر التاريخ، والذي تمثل في الفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 1998 والتي أقيمت في بوركينا فاسو. ومع الجوهري أيضا عمل صالح مدربا لحراس منتخب الأردن خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، وسجل حضورا مشرفا في نهائيات كأس آسيا بعد غياب طويل، ونال الجهاز الفني إشادة الجميع في المملكة الهاشمية. مشواره مع الجوهري لم يكن في إنجازات الملاعب فقط، بل كانت أيضا على الجبهة، حيث شارك الثنائي في حرب أكتوبر المجيدة. المحارب فكري صالح ابن القوات المسلحة وسلاح الصاعقة، والذي نال شرف التواجد في ملحمة انتصار أكتوبر الخالدة عام 1973، لتكون حياته دائماً هدفها رفع علم مصر أم الدنيا. اللي حضراتكم شفتوه وسمعتوه من خلال التقرير ده مجرد جزء بسيط جداً، يعني زي ما تقولوا كده إيه بالبلدي، ما تيسر من السيرة الذاتية المحترمة جدا لضيفنا العزيز اللي منورنا. احنا لسه طبعا بنتكلم عن ابطالنا في عالم الرياضة اللي شاركوا كمان في حرب اكتوبر المجيدة، نتكلم عن ذكرياتهم في فترة الحرب، وكمان اكيد عن انجازاتهم في الملاعب المختلفة. منورنا الجنرال فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى في مصر. صباح الفل على حضرتك وكل سنة وانت طيب يا فندم. صباح الخير يا كابتن كريم، شرف ليا ان اكون موجود مع حضرتك. شرف ليا انا يا فندم، وشرف عظيم ليا ان اكون في قناة الاهلي، القناة الحبيبة ليا اللي هي بتمثل القلعة الحمراء اللي أنا دايما بعتز بيها كشيء من الأشياء الجميلة في مصر. جميل. طبعا الكلام مع حضرتك بقى هيروح ويجي ما بين ذكرياتك مع حرب أكتوبر المجيدة وخلفية حضرتك العسكرية، وكمان أكيد ذكرياتك في الملاعب وتوليك لهذه المهمة الشاقة لفترة زمنية طويلة، وتخرج من تحت إيديك زي ما بيقولوا كده بالبلدي يعني العشرات من أمهر حراس المرمى عبر تاريخ مصر في رياضة كرة القدم. ولكن أنا عايز أستأذن حضرتك في حاجة، كنا بنتكلم أنا وكابتن فكري من شوية وإحنا قبل حتى ما نشوف التقرير ده مع حضراتكم، كنا بنتكلم عن الأجيال الجديدة وإن للأسف في منهم كتير مش عارفين يعني كل اللي المفروض يكونوا عارفينه عن حرب أكتوبر، فدي فرصة بتهيألي ممكن نستهل بالنقطة دي لو حضرتك تسمح لنا. لا ده أنا عايز أستغل القناة العظيمة قناة الأهلي ومع حضرتك ان يؤدي فكره مصغره يعني ايه روح اكتوبر العظيم، اللي برضو ده من سر هقوله لاول مره، ان كان كل انتصاراتنا مع الجنرال العظيم محمود الجوهري في مجال الرياضه كانت بروح اكتوبر العظيم. انتوا بالمناسبه كان اول لقاء يجمع ما بينكم كان في الجيش ولا في الملاعب؟ لا لا لا، هو في اللقاء الأول على الإطلاق أول لا مقابل. هو أول لقاء طبعا كان في الجيش، تعرفنا على بعض
والكابتن كان من الناس المحبوبة، هو كان سلاح الإشارة. ولكن المعرفة الوثيقة جدا أثناء مشوار الكروي. احنا كده كده اكيد هنتطرق للعلاقه دي، لان هي تستحق التامل واكيد مليانه تفاصيل الناس اللي يحبوا يعرفوها، بس احنا عايزين نكمل كلامنا في تعريف الاجيال الاحدث او الجديده بقيمه هذا النصر المجيد. روح كابتن كريم، اتفضل. سنه 67 حصلت هزيمه للاسف لا الجندي المصري ولا الضابط حاربوا فيها، اتظلموا، بمعنى ان فرضت علينا ان احنا نستعد لمعركه قبل 67 بحوالي شهر، وجت اسرائيل في 6 ساعات كانت خلصت على كل الطيران، رغم ان كان مسبق سياده الرئيس جمال عبد الناصر بلغ القياده العسكريه ان في ممكن ضربه وشيكه من اسرائيل يوم 5 أو 6 67. طب ليه اللي حصل ده حصل؟ وطبعا لما الرئيس تجيله دي نرجع كده فلاش باك برأفة الهجان، بالحلقات اللي احنا كنا بنشوفها، مخابرات، والمخابرات طبعا معنى كده ان المخابرات ادت المعلومة دي للقيادة السياسية. للقيادة السياسية طبعا. للأسف كان في احتفال ليلة ما هم ضربونا في 67، احتفال كبير في المطارات، احتفال فني، فبالتالي ناس سهرانه طول الليل. المهم عايز اقول ان كان في قرار كمان، قرار الانسحاب، وده قرار للاسف ما كانش مظبوط من القياده العسكريه في هذا التوقيت، وبالتالي حصلت خسائر رهيبه لينا، حوالي اكتر من 100,000 جندي، سواء جندي او ضابط. طبعا انا بقول كلمه طبعًا. جندي طبعًا يعني جندي وضابط وصف ضابط، هو بسميه طبعًا. انا جندي طبعا. وكم كبير من الاسلحه فقدتها مصر، لان قرار الانسحاب كان قرار خاطئ، وبالتالي عدنا عايشين من 67. كان اي حد لابس كاكي بيبقى مكسوف يمشي في الشارع، لانه للاسف الشعب كان محمل القوات المسلحة، ولكن الهزيمة دي يتحملها أمام التاريخ، وأكيد اللي بيسمعني من الناس الكبيرة عارفة هذا الكلام، القيادة العسكرية وسوء التخطيط بقرار الانسحاب. طب إيه اللي حصل يعني بعد ما ده حصل؟ يعني عايز اقول انا فكره تدارك الامور انا عايز اقول للشاب الصغير النهارده ان مصر كلها كانت حزينه طبعا من 67 ل 73، مصر والعالم العربي، والعالم العربي طبعًا. كله، لان هي مصر راس الخيمه كابتن طبعا كريم. طبعا طبعا هي راس طبعًا. عمود الخيمه الاساسي للعالم العربي، وبالتالي كان كل مجهود مصر ان احنا ازاي نعيد القوات المسلحه وازاي نرجع. في التوقيت ده أنا اتخرجت من الكلية الحربية، أنا الدفعة 60 حربية، وكان ليا الشرف إن برضو من ضرب إسرائيل لينا، لأن ما عندناش وكانوا بيضربوا الكلية الحربية، انتقلت الكلية الحربية إلى السودان. يعني أنا ليا الشرف إن أنا دفعة 59 و60 كملوا الكلية الحربية أو الإعداد بتاعهم في جبل الأولية في السودان. أنا عايز أستأذن سيادتك، بس إحنا اتفقنا من الأول إن الكلام هيكون رايح جاي ما بين العسكرية وما بين الرياضة، بس عشان الزملاء بيقولوا لي إن إحنا لازم حالا نروح، وإلا هتفوتنا الفرصة دي نعرف يعني كواليس تدريبات النادي الأهلي من زميلنا كريم أحمد المتواجد حاليا في ملعب مختار التتش، وأكيد هنرجع عند نفس النقطة دي. كريم صباح الفل عليك، اتفضل، إحنا سامعينك. صباح الخير عليك زميلي العزيز كريم، طبعا كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي، ويوم العظيم النهارده الحقيقه في البدايه نصر اكتوبر، ومن خلالك طبعا بنقول كل سنه وكل قواتنا المسلحه بخير، كل سنه وقواتنا المسلحه هي الدرع والسيف الحقيقي للشعب المصري والامه العربيه. يوم عظيم النهارده بنحتفل بيه جميعا، ويمكن كمان النهارده بقى رغم ان هو يوم 6 اكتوبر لكن تدريب النادي الاهلي متواصل، واستعدادات النادي الاهلي الحقيقه مكثفه جدا خلال الايام الماضيه، الكل في تركيز كبير، مباراه مهمه وانطلاقه جيده جدا، وهي مباراه
مباراه الحرس الوطني ان شاء الله يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب سينو كينيتش بي النيجر ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده جدا لفريق النادي الاهلي، ونسعى من خلالها زي ما حصلنا على عديد مزيد من البطولات خلال الموسم المنقضي ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق بطولات عديده هذا الموسم تحت القياده الفنيه الرائعه كالعاده لبيتسو موسيماني والكوكبه المميزه والعناصر الكثيره جدا الوافدين الجدد الحقيقه المتواجدين مع النادي الاهلي. فتره مهمه جدا الحقيقه في المشوار طبعا النادي الاهلي في بطوله الدوري العام وبطوله الكاس والبطوله الافريقيه، لان مفيش فتره زميلي كريم هيكون فيها التكتيك والجمل وتحفيز بقى كل الامور وفكر بيتسو موسيماني الا المرحله دي. عندنا غيابات متواجده طبعا في منتخبنا الوطني وايضا كمان اللاعبين الدوليين، لكن الحقيقه العناصر المتواجده بتادي تدريبات على اعلى مستوى بجديه كبيره جدا وحماس كبير جدا. بنامل ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه في التدريبات وانطلاقتنا بامر الله تكون جيده جدا. اتكلمنا على تحديد ميعاد السفر هيكون يوم 14، النادي الاهلي هيتدرب تدريبه وحيده في النيجر. الامور يمكن الفتره اللي فاتت كان تدريب 4:30 عصرا، لكن النهارده يمكن بيتسو موسيماني عدل موعد التدريب ليكون 11 صباحا. اكدنا على هذا الامر قلنا يمكن هيقابلنا نقص اكسجين شويه، الجو مقبول الحقيقه شويه في مصر الجو هيكون مختلف بشكل كبير في النيجر، لكن يعني تغيير الموعد التدريب ده بيكون امر مهم جدا، وبنحاول بشكل كبير ان احنا نكون متواجدين في كل تدريب النادي الاهلي نشوف الجديه الكبيره جدا وحماس النادي الاهلي. غدا زميلي كريم هيكون اجازه لفريق النادي الاهلي، ومن بعدها يوم الجمعه ان شاء الله يستأنف النادي الاهلي تدريباته من جديد، تدريبات مكثفه فقرات بدنيه متنوعه. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق خلال المرحله القادمه، وانطلاقتنا ان شاء الله في مباراه النيجر تكون من نصيب النادي الاهلي. جميل، كل الشكر ليك زميلنا العزيز كريم احمد براسي قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك وعوده لضيفنا العزيز اللي مشرفنا واللي منورنا يعني الجنرال فكري صالح شيخ مدربي حراس المرمى عبر تاريخ حراسه المرمى في مصر. احنا وقفنا في الكلام يا فندم عن الفتره الانتقاليه واعاده ترتيب الاوراق بعد اللي حصل في 67. بعد اذنك طبعا من هنا بتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المرحله القادمه، وان شاء الله بالتوفيق يرجعوا ان شاء الله منصوري يا رب ان شاء الله. انا كان في حزن طب الشعب المصري بالكامل نفتكر طوابير في الجمعيات عشان برضو الناس اللي هي عشان تجيب فرخه او لازم في الجمعيه طبعا. عشان تجيب فاكهه مفيش كهرباء مفيش تليفونات انا لازم اوري الناس الجو إيه العام كان عامل ازاي ده يعني خلال الفتره من 67 لغايه يمكن 70 دي كانت في حزن وكآبه طبعا. على الشعب المصري كله بدات المعنويات ترتفع بحرب اسمها استنزاف العدو، ودي كان ليا الشرف ان انا اشتغلت فيها فتره، لان انت عارف برضو القوات الخاصه بيبقى لها شغل الكمائن والكلام ده. انت محتل ارضك عايز تحرر ارضك، بدات الجامعات والطلبه سنه 70 71 و72 يعملوا مظاهرات في الجامعه صحيح هنحارب امتى؟ 73 كان قرار الحرب، اتعملت خطه خداع غير طبيعيه طبعا قدرت تكسب، ولدرجه لا المخابرات الامريكيه ولا مخابرات الموساد قدرت تعرف ان في حرب ولا لا. قبل ما نطلع الفاصل ده بس على السريع كده عايز اعرف من حضرتك اول احساس حسيت بيه لما عرفت بقرار الحرب. لا بعد بقى الخلفيات اللي احنا بنتكلم عليها هو كان قبليها بلحظه كان عندي معلش مباراه بلعب في الدوري كحارس مرمى الزمالك مع الطيران، وكان في 3 عسكريين في المباراه دي انا والكابتن حماده امام رحمه الله عليه والكابتن عفت رحمه الله عليه. خلصنا المباراه كسبنا 5-1 وطلعنا فوق لقينا العربيات جايه تاخدنا، يعني هو ما كانش ده عادي طبعا المفروض طبعًا. ان انت تاني يوم هتروح هتروح يقول لك لا ده احنا لا. فانا جريت على الكابتن حماده لان الكابتن حماده كان في الوقت ده في المجموعه 75 مخابرات وعفت كان كله ايه يا كابتن؟ قال لي لا ده مشروع تعبان، وده اللي كان موجود على مستوى القيادات الصغيره كلها ان في مشروع تعبان. يعني ايه مشروع تعبان؟ مباراه وديه ايوه يعني حرب مشروع حرب يعني أوكي. طبعا بمجرد ما انا رحت لقيت وحدتي لا ده في ريحه معركه ده ما انا حضرت قبل كده يعني كذا مشروع انما دي ده وضع مختلف. فبدات المعنويات تبقى مرتفعه. مش عايز اقول لك اني لحظه يعني المعركه بدات ازاي الساعه 2 220 طياره على مستوى منخفض جدا
عدت قناة السويس، ومجرد ما عدت كلمة الله أكبر بدون تلقين يا كابتن كريم. الله أكبر. الله أكبر سواء ضابط أو العسكري. الله أكبر. دي كانت بتهز الدنيا. طبعا. لدرجة إن المفروض التعليمات كنا، لأن قناة السويس دي عبارة عن عمارة، تخيل عمارة 22 طبعا 22 دور أو 25 دور ورمل كلها، ومطلوب اقتحام، وقدامك قناة النبالم لو اتفتح تبقى كلها نار. صحيح. طب تعدي ازاي؟ فازاي تقدر توقف النبالم ده كمواسير؟ ازاي تقدر تخلص على المستودعات الاحتياطية او المستودعات اللي هتيجي منها النبالم؟ الحاجات دي كلها كان في، عايز اقول، عارف النوتة الموسيقية بين المشاة وبين المدفعية، المفاجأة ان احنا كنا عاملين من الخداع القوات الخاصة كلها على القناة، اللي نزل المية واللي جايب قصب بيمص الكلام ده الساعة واحدة وواحدة ونص، رغم ان يعني قبل نص ساعة بس عشان كل ده متراقب من طبعا. فده من ضمن خطة الخداع للكوب. يعني بمجرد ما حضرتك وزملاء حضرتك بذلك الوقت، مجرد بس ما عرفتوا، مش عرفتوا، شميتوا ريحة ان في معركة على الابواب، الروح المعنوية ارتفعت، مش تردد، مش خوف. دي برضو نقطة تستحق التأمل الحقيقة. انا هستأذن سيادتك بس نطلع فاصل سريع فضل. ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. اتفضل. عودة من جديد لضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا في حلقة النهاردة، الجنرال فكري صالح، شيخ مدربي حراس المرمى في مصر. واحنا عندنا للأسف 3 دقايق بس. تحب حضرتك نقسمهم ازاي وانا مع حضرتك؟ لا انا عايز بس عشان ادي نصيحة، يبقى انا على الاقل في جيل استفاد حاجة. يا ريت. اتفضل. دي في 10 ثواني. اتفضل. ان ايه روح اكتوبر العظيم؟ روح اكتوبر العظيم هي اللي تخليك ان يبقى عندك حاجة مستحيلة، يقول لك خط بارليف ده بقنبلة ذرية ما تقدرش تعديه، لا تعديه. ضرب الطيران، اول ضرب الطيران هيبقى عندنا 50% خسائر، تبقى عندي 2%. طب ده جت منين؟ وده جينات الانسان المصري اللي القرآن ذكر مصر مرات كتيرة. فهذه الجينات فينا. روح اكتوبر عبارة عن 5 حاجات: التحدي، الاصرار، العزيمة، الالتزام، حسن التوكل على الله. وده اللي كان الجنرال العظيم محمود الجواري، وهو طبعا رحمة الله عليه، كان حارب في 73 كسلاح الإشارة، كنا ده. ودي اللي أنا خدتها منه، إن احنا بننفذها عشان ننجح في أي حاجة. ودي اللي أنا بقولها لأي طالب أو لأي عامل أو لأي فنان: لو التزمت بالخمسة دول يبقى أنت وصلت الروح روح اكتوبر العظيم. يعني حضرتك بنفس العقيده دي كنت بتأدي مهام عملك كمدرب لحراس المرمى كمان، بدليل ان انت خرج من تحت عباءه تدريبات حضرتك اهم الاسماء تقريبا في تاريخ حراسة المرمى في مصر، ولا ايه؟ كابتن كريم، انا مرنت الحراس 1979 عندي 23 سنه و8 شهور، كان الليجوان اللي انا مختارهم اكبر مني. علي النجار اكبر مني ب 10 سنين، ده اول اختيار 1979. سطوحي 6 سنين، ثابت البطل رحمة الله عليه 3 سنين، كان بس إكرامي عنده كارتليدج، إكرامي كبير وحش أفريقيا، خدته المرة اللي بعديها. طب أنا إزاي قدرت أسيطر على الناس اللي أكبر مني دي وأنا أقل منهم سنا؟ إزاي؟ وما عنديش، بروح أكتوبر. وأعتقد نفس الكلام كمان ينطبق على كابتن محمود الجوهري الله يرحمه، مش كده برضه؟ هي دي. ودي اللي أنا النصيحة اللي أنا عايز أي حد يسمعني، الخمس حاجات دول. حتى حارس المرمى اللي عايز يوصل للعالمية، مو صلاح، محمد صلاح، بالخمسة دول قدر يحقق. قدر يحقق. ودي أنا بسميها باللغة العسكرية روح أكتوبر العظيم. وأتمنى بروح أكتوبر العظيم يوم الجمعة منتخب مصر يا رب يفرحنا. انا تحت امرك بقى في اي سؤال. الامر لله. لا هو للاسف اصل يعني جمال كلام حضرتك محتاج مساحه وقت اكتر من كده بكتير الحقيقه. عشان كده انا عايز استاذن سعادتك في حاجه. احنا النهارده يعني لحقنا يا دوب نتكلم على ما تيسر عن خلفيه حضرتك العسكريه، لسه ما فتحناش حتى كلام في الكوره. ايه راي حضرتك نسعد ونتشرف بوجودك معانا مره ثانيه، لان الحقيقه يعني الخلفيه بقى الرياضيه دي عايزالها يوم من اولها.
لا يعني كإنجازات وكأسماء حضرتك تسببت في وجودها في الحياة الرياضية، فنتشرف بوجودك معنا. على الأقل ندي دروس للمدربين اللي طالعة والأجيال كلها، شرف عظيم ليا وأنا تحت أمرك. الأمر لله، ده احنا في أي وقت تحددوه والله. سعدنا وتشرفنا جدا 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 بوجود حضرتك معانا، بنكرر أكيد التهنئة كل سنة وكل حضرتك. أنا عندي بس كل المصريين طيبين وأنت طيب وأهل بيتك طيبين يا رب. عندي بس عايز أشكر جهة فريق الإعداد، لأني وأنا بتفرج على اللي اتعمل ده رجعني سنين كتيرة جدا ومعمول بعناية، فأنا بشكر فريق الإعداد شكر خاص. اتنين، بترحم على بطل الحرب والسلام طبعا الرئيس والزعيم السادات، بترحم على كل شهداء دفعتي الدفعة 60 وكل من توفى في سبيل مصر لغاية اللحظة اللي احنا فيها، بنترحم عليهم جميعا. انا شاكر لحضرتك. ده انا اللي شاكر لحضرتك، وكنت اتمنى ان نطلع فاصل ونرجع تاني. لا احنا هنطلع فاصل طويل حبتين بس ان شاء الله، احنا يعني عايزين ناخد من حضرتك وعد لازم تنورنا. لا ده وعد عسكري، بس يبقى كده انا اطمنت يا فندم. انا كده لما الجنرال يوعد يبقى اكيد هيوفي ان شاء الله. الله سعدنا وتشرفنا بوجودك كل سنه يعني كل المصريين طيبين وحضرتك بخير. ليا كابتن كريم، اشوفك على خير عن قريب باذن الله ان شاء الله. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. النهارده يعني ذكرى عطره وعظيمه، وثاني وثالث ورابع. يا ريت كل اب وكل جد يفهم اولاده واحفاده قيمه هذا اليوم وقيمه هذه الذكرى بما تحمله من معاني كثيره. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الاحد الجاي وحلقه جديده و10 صبح في الاهلي. صباح النصر عليكم.